مرحبا بمتابعينا عبر قناة شو تيفي في هذا البث المباشر من السوق الأسبوعي بمدينة سيدي بنور. السوق الأسبوعي غادي نقولكم في الأجواء ديال هذا الشواء وهذا الغيس هذا يعني أكبر سوق في المغرب اللي تيقاسي وتيعاني التجار مع هذه الغياسة هذه اللي كتشوفوا. الناس مكرفصة مع الغيس. مباشرة من السوق الأسبوعي اللي غنقلكم بارطاجو معنا الإخوان. ريتما نبارطاجيو هاد اللايف هذا. دائما مباشرة من السوق الأسبوعي اللي غتشوف معنا هاد الكارثة ديال هاد الغيس هذي. شوف يعني اكبر احسن غير زوين الدنيا زوين. مرحبا مرحبا الحمد لله. احنا قلنا لك خير اخويا. الحمد لله كتابع معنا احنا دائما في هذه الجوله هذه بالسوق الاسبوعيه كتشوفوا اكبر سوق يعني اللي خاصه الاصلاحات خاص المسؤولين الجماعيين انهم التفتوا لهذا السوق هذا لان كتشوفوا لان التجار تيعانيو مع هذا الغيس هذا اللي غنشوفوكم في هذه الجوله هذه. انا ما تقدرش تدوز لي الا ما عندكش البوط راه ما يمكنش تدخل للسوق كما كتشوفوا يعني الوضع. مرحبا. يعني هذا الوضع هذا اللي كتشوفوا يعني اللي كتشوفوا خاص الاصلاحات ديال السوق الاسبوعي هذا كما كتشوفوا الحال ديالو كما كتشوفوا مباشره من السوق الاسبوعي لمدينه سيدي بنور. مرحبا. كما كتشوفوا يعني شوف يعني الجميع حتى الناس بتاكل اللي كيبيعوا شنو شنو اصحاب الكارس يعني خاص الاصلاحات خاص الاصلاحات ديال السوق اللي كنشوفوا لان السوق في واحد الوضع لا يحصل عليه اللي كنتمناو من المسؤولين انهم باش يقوموا الاصلاح ديالو. مرحبا. كما كتشوفوا يعني الناس مكرفصين مع هذا الغيس هذا اللي خاصهم يصلحوا. شوف يعني شوف يعني حتى البيع والشرايا ما كنسيبوش الناس الكليان كيفاش ينزل عندهم. السلام عليكم. كي داير خويا؟ خويا انتم مع هذا الغيس هذا شنو؟ الحمد لله الحمد لله بالغيس. حنا فرحانين اليوم يكون لنا الشرف يكون لنا الغيس اليوم. والله فرحانين بالغيس. الغيس حنا اليوم عندنا عيد مع الغيس. ما كتمنوش الاصلاح ديال هذا الشيء؟ كيفاش؟ حنا نتمنوا الاصلاح. لا هذا سوق هذا كنتمنوا السوق تصلح ويولوا طواليطات. حنا نهضروا على الاصلاح ما السوق غيبقى بلاصه السوق ديالنا. حنا كنهضروا على الاصلاح. حنا نتمنوا من المسؤولين يديروا لنا طواليطات. هذيك الطريق والريم والريم عزدين والريم والريم يديروا لنا حد ولا تفرج فيه الطواليطات. خميس زمامره فيه الطواليطات كلها قودرون. علاش هاد الغيوس هذا سيدي بنور كيدخل الملاير وعندنا الغيس محشوماش. فين كتمشي هذيك الفلوس؟ فين كتمشي؟ يلاه وريونا وريونا دوك الريوس الكبار. كنقول لكم فين تمشي هاد الفلوس؟ هاد الحالات شو هاد الضحك اليوتيوب. انتم كيفاش كديروا مع الكليان ملي كيجيو يجوا عندكم؟ والكليان حنا كنلقاو فوضى عارمه. هاد الناس واقفين فوق الطريق راجعين اللور. علاش هاد الحاله؟ كون كان الطريق مصوب حنا نوقفوا لقدام محشوماش. فين الفلوس اللي كتمشي؟ الناس ما جاوكم اللور. هاد جو اخويا خالد راه كيتمحل مسكين طيب كيطيب السلعه وكيردها للخيمه. مستعد يجي عندنا ولكن حنا فين ما كنا غيجي عندنا ان شاء الله. نعم سيدي. الكليان اخويا كيبغوا المليح. الا عطيتهم المليح غادي نقلبوا عنده وغيجيو عندك فهمتين. هذا الشيء هذا الخير هذا ولدي راه حنا فرحانين به.
إن مرافح صعوا علينا المدى اللوفويس ما عطاوناش الماء، وحنا الحمد لله هادشي جل مع الله الحمد لله على هاد الأمطار الخير هادي، كان الحمد لله ونشكروه. ضروري خاص الإصلاح ضروري. الحمد لله حنا فرحانين بهاد الشتاء الحمد لله، إصلاح راه خاصو يكون. وشكرا. رأي بعض انا غنساعدك، انا غنساعد بعض المواطنين. عمر حيد ولدي حيد ولدي. واحد المسألة اللي هي خاصها تكون في السوق، خاصها تكون في السوق مسألة. هاد الكراول ديال الملابس ديال الحويج ديال التفاح ديال الزناقي، واش اللي بغى يدخل بالطوموبيل داك؟ بغى يدخل غير برجلك وحله. هاد رجلك هاد رجلك مشكله، حشومه وعيب وعار. فين هما المسؤولين؟ كنعرف هاد المسؤولين من هما. دوز بكروسه الحفاري طوموبيل ما تدخل برجلك كشط، لازم تسيبر لك كتكشط. علاش؟ الزحامات، موين حقاشرة في الطريق، موين التفاح في الطريق، موين السلعة في الطريق، جميع المسائل الخضارة حاطين في الطريق. وشوف الطريق هاد الحالة عباد، شوف اعطيني شوف هاد الحالة عباد. لا الطرقان واش مول الخضرة حاط في الطريق؟ راه مول الخضرة بينا حاط في الطريق. علاش؟ واش الطريق هذه طريق باش يدوزوا معاها الناس ولا يحطوا فيها بيع شري تجار حشومة وعيب وعار؟ المسؤولين يخرجوا، المراقبة، هاد الحالة، هاد الحفاري، هاد الضيق. أي سوق زوين إلى سوق سيدي بنور، سوقنا زين سوق ثلاث، ولكن كارثة من هاد الشيء اللي كيديروا في الطريق. علاش؟ مسؤولين ما كاينينش، ما خداميش مسؤولين. والله ينصر سيدنا. كما كتتابعوا معنا حنا دائما، شنو غتضيف لنا اخي؟ واحد الرساله نقول لاخ النوج اللي جديد دشنت لينا السوق طويل. عاد ما كيبقاش فيك الحال ملي كتشوف هذه الحاله. دور لي دور لي، عطيه عطيه عطيه، دور لي دور لي. هذوك اللي ناعسين في البرنامج وكيقول لنا كندافعوا على المواطن، شوفوا 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 هذه الحاله. دخلنا عليكم بسيد ربي، واش ما كيبقاش فيكم الحال دكاله ملي كتشوف هذه الغيوسه في السوق؟ واش انت جيتي بطوموبيلتك ووقفتي دشنتي جوج دقائق ومشيتي وحنا بقاو عايشين في هذه الحاله؟ ما كيبقاش فيك الحال اخويا اخ النوج. جي صوب لنا السوق، شوفوا الحال المواطنين المساكن، شوفوا الكروسه اش كيدير، شوفوا الناس، صلحوا لنا السوق. الله يرحم لكم الوالدين، ديروا لنا طواليطات. المرافق كلها خاسره، كيضحكوا لنا الناس، البراني كيضحك علينا. ديروا لنا مرافق، ديروا لنا طواليطات في السوق. الناس باقيين كيبركوا غير حدا القزار حدا الخضاره والزبل. ديروا لنا طواليطات، صلحوا البطوار، تكون اللحم نقي، الخضره طريه. علاش دابا الغيوسات؟ شوف الخضره غير في الغيش. شوف شوف حنا السوق حنا فرحانين به الحمد لله، اللي بقى لينا حنا عندنا فرح كبير. ولكن صلحوا السوق، ديروا اصلاحات جذريه. من ما يكون السوق هكا راه حشومه وعيب. خميس زمام راه مصايب مقاد طواليطات، حد ولاد فرج مصايب طواليطات. كنلقى الناس كيدير، وحنا سوقنا شو كيدير مع عطيهم طواليط هنا حجازي، عطيهم عطيهم. قول لهم القرقارات فينا؟ ما فينا ما الناس مسؤولين على هذوك القرقارات القارورات. واش تقول لهم فينا؟ ما لا شوف عطينا، شوف الشارع كيفاش داير محشوماش. دكاله خيره سيدي ربي في دكاله، رحبه البقر رحبه الغلم البطوار الفلوس ما عرفت اش. وانتم ناعسين في البرنامج ضلوا ما عرفتش كتقولوا. واش كيضلوا ناعسين في البرنامج يضحكوا لنا؟ حنا راه عايقين وعارفين. صلحوا صلحوا دكاله، دكاله راه عندها ماليها. ايها البرنامج النائمون فيقوا من غفلتكم، الموت تابعكم الموت، تابعكم الموت. فيقوا فيقوا، الدكاله راه حشومه. دكاله فيها 700 مليار ديال الفلوس كتبقى في السوق، وحنا كنعيشوا في هذا الغيس. علاش ما نكونوا في الكودرون؟ فيقوا. الله يرحم لكم الوالدين. واحد التحيه نضاليه للسي السي شاكير ديال ولاد جابر. كنقول لك راك رجل طيب ورجل بمعنى الكلمه. تحيه لولاد جابر من هنا، تحيه للرجاله. السي شاكير طار هذا العام، راك ناجح، حنا مصوتين عليك. هذا ميساج دوزتو لكم انتوما السي الموظفين اللي كضلوا ناعسين في البرنامج. تقولوا درنا درنا، ما درتو والو، ما شلنا والو، ما شلنا والو. شاكير الطاهر، شوف شاكي، شوف شوف شوف، سنت ليا سنت ليا سنت ليا سنت ليا. شوف شوف، مرحبا مرحبا، فوتوا السياسه. شاكير، شوف شاكير عنده جماعه الجابريه، نهضروا على جماعه سيدي بنور. قال لك عندي الشدائد تظهر الرجال. طاهر شاكير لقيناه في الشده، حنا مع طاهر شاكير، نموتوا مع طاهر شاكير. لا للخونه، صلحوا السوق، صلحوا سيدي بنور، ديروا الطواليطات، صلحوا الطريق، حنا نصوتوا عليكم. الشفاره حنا عايقين بكم، تنعسوا في البرنامج حنا عايقين بكم، تشدوا الصالير مليح، الطوموبيلات، الحول ديال العيد حنا عايقين بكم.
وحنا يا مساكن كنسيرو الحول ب 40 وانتوما تشدوا فابور. راه انا اللي خاصني نشدو اللي كنجي نضارب، اللي كنجي نتمحل مع الجوج ديالين، خاصني نشدو هذا الخضار مسكين، خاصني نشدو هذه المراه، شي هذاك الكراب مسكين، ماشي تشدو حتى الصالير، كتخلصوا 4 مليون الثنائي في البرلمان، راه واحد النهار غتحاسب العضله. ها انت كمشتي الفلوس وعمرتي البنك ديال سويسرا وديال الالمان ودكستي في البنوك، ها انت ديتي البنوك، ها انت البنك ديال سويسرا عمرتي، واحد الموت وعند سيدي ربي، عند سيدي ربي غادي ترشيه. وحشوم عليكم وعيب عليكم وصلحوا سيدي بالنور، وصلحوا سيدي بالنور وعيب عليكم. كيف كتشوف يعني لا تفاهم لا خدام 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 لا الخدعه كما كتشوفوا يعني عاش الملك عاش الملك تبارك كما كتشوفوا يعني الوضع عدد ديال السوق كما كتشوفوا شوف اجيو كل شان الخضار انا غندير الخضره دابا غير على الغيس انا غندير على الخضره تاهو غنجي انا غندوي على الغيس مرحبا كما كما كتشوفوا الاجواء يعني الحمد لله السوق ديالنا ولكن المشكل ديال الغيس. السلام عليكم كما كتشوفوا الاجواء. السلام عليكم اخو اش ممكن تقول انتم على هذه الحاله اللي في السوق؟ والسوق مزيان سيدي السوق راه مكرفس وراه كاين الغيس والتطوارات راه ما كاينينش والقرقعه راه مسادين وفينا هاد الاعضاء وفين هاد السلطه اللي غادي تشوف السوق كيداير وما عندناش فين الناس اللي كتصلي ما كاينش بيت الماء وباقي الناس كتطير على برا وشو هاد الحاله اللي طار الخدارة سيدي الله يرحم لكم الوالدين وهاد السوق بعدا في الليل راه ما كاينش ضو وما كاينش الامن اللي غادي يحدينا حنا وباقي كاين الكريسال انا كنقولها وكنعاودها كان الله يرحم لكم الوالدين السوق راه ما منظمش فين هاد المسؤولين ديال البلديه كيتخدموا مع هاد الحاله ديال السوق اسيدي حنا مكرسين ما كاينش السلطه اللي غادي تجي معنا لا حنا باركين مشى الحمد لله خاصنا الاصلاح الله يرحم الوالدين شوف التطوار كيداير شوف الحاله ديال الغيس على 40 ريال على 40 ريال الصندوق باش كينزلوا الخضره فين رئيس البلديه اللي مصوتين عليه فينا عان صوتو عليه كيهرب فينا رئيس البلديه فينا هو الوزير الاول اللي كيقول لي ما غندير وغندير راه ما كيدير حتى حاجه والو راه السوق راه مكرفس الله يرحم الوالدين راه حنا مكرفسين شو الحاله كي دايره الله يرحم لكم الوالدين خلصوا الواجبات ديالكم خلصوا الصرف كنخلصوا كل شيء السوق راه مكري الثمن صحيح راه جوج المليار قال شي حاجه باش نكري السوق فين هاد الناس فين هاد التطوارات المساوين الدوره ما كاينش الامن ما كاينش راه حنا كنتكرسوا في الليل حنا كنتكرسوا كنجيو كنخافوا والسوق السلطه المحليه خاصها ديروا مع الثلاثه ولا الاربعه الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم الوالدين هاكا حتى الله يرحم لك الوالدين شكرا السلام عليكم خويا كيفاش كيجيك الحاله ديال هذا السوق هذا؟ مكرفسه خويا خاطر معاش والله انا مكرفسه بزاف مكرفسه بزاف حق الله العظيم لا كنجرو في الكاروسه تنطيحو في حفره ونتقعدو خاطر معاش وما حاله مغيس بزاف ومكرفسين بغينا يصوبوا لنا السوق ويفتحوا لنا القرقارات ولا ما حاله كاين خاطر واحد النهار طحت في قرقاره هو تلت تحت والله لا قلت في قرقاره مشتياش سادي بزاف والغيس كان تما وغادي البيت البوط يغرق لنا كل عام حوايجنا كنطلب من هاد الناس مسؤولين تلقاو الله ويصوبوا لنا السوق صوبوا لنا حالتنا شوفوا حالتنا راه حنا مكرفسين الله يجازيهم بخير ما شوفوا فينا وتكرفوا راه مكرفسين بزاف انت عندك الرخصه اه والله انا مكرفسين بزاف ونطلبوا من الله طلبوا من الله شوفوا قادوا الصوت كتسمعوا
السوق راه مكرفس الله يرحم لكم الوالدين، رئيس البلدية خاصو ينوض، والسوق خاصو جامع الناس فين تسلي، وخاصو بيت الماء، وفين هما المسؤولين اللي مكرفسين السوق؟ واش غنصوتوا على رئيس البلدية يمشي يرقد؟ وفين الوزير اللي كيقول لهم غنديروا؟ راه ما كاين أي واحد كينعس، السوق راه ظلمة، راه ما كاينش قانون، القانون ما كاينش في هذه البلاد. شوف أسيدي، حنا باغيين الشق، والله يخلينا سيدنا، وراه السلطة المحلية خاصة تجي من الضو، السوق راه ظلمة في الليل، وخاصنا السلطة في الليل، وكاين الكريسان، راه هذا قهيوي، راه 8 سناق ديال البطاطا اللي مشاو ديك السيمانة، وراه شدوا في الروضة. وبين واد الامن عن مركب الشانطو نشدو نديرو جيوبنا، هادشي راه عيب، هادشي راه عيب يا عباد الله، والله يرحم لكم الوالدين. كما كتشوفوا معنا حنا مباشره من السوق، كما كتشوفوا السيد هو ذاكر الحاله، حنا غادي ناخذكم في واحد الجوله في هاد الحاله اللي فيها السوق كما كنشوفوا. يعني الناس مكرفسة هنايا مع هاد غيس هذا، يعني هنا رسالة للمسؤولين من أجل الإصلاح كما ناضلتوا على السوق. السلام عليكم يا شريف خويا، بغيت نسولك أنت مباشرة معنا، كيفاش كتخدم في هاد الجو ديال الغيس هذا؟ والغيس كاين ذاك الغيس فاش الكلام مكرفسين شويه مع الغيث ولا شي حاجه. مكرفسين مع الغيث. اه وصل. انت في السوق دابا كيفاش كتجيك هذه الاجواء ديال هذا الغيث هذا، والسوق تكرا وتكرا واحد الثمن اللي طالع، والسوق مازال كما هو؟ السلام عليكم. اولا مكرفسين من ناحيه الغيث، من ناحيه الناس، والناس كندير لهم هذاك الشيء، هذا الشيء مكرفس. نطلبوا من الناس المسؤولين يقدوا لنا هذا الشيء اللي جزاهم بخير. كما كتشوفوا معنا يعني الناس كتشكى من هذا السوق، من هذا الوضع هذا كما كتشوفوا، يعني بكل صراحه الناس اللي متدمره من هذا الوضع ديال الغيث هذا. حنا غنمشيو لشي بلاصه اللي غتشوفوا الاسوء، غنشوفوا ما هو اسوء في هذا السوق. يعني رحنا اذا ما كانش عندك البوط هنايا. السلام عليكم يا سيدي بخير. انت مباشره معنا على شوف تي في، اش ممكن ناخذ من على هذه الحاله اللي كتعيشوا فيها انتم في هذا السوق هذا؟ السلام عليكم. بخير لاباس بخير. مكرفسين شويه، خاصنا شويه الاصلاح. كيديروا على الكليان دابا والناس كينقصوا هنايا؟ مكرفسين الحمد لله. خاص اصلاح. اصلاح كما كتشوفوا معنا مباشره على قناه شوف تي في في هذا البث المباشر اللي غنشوفوا الان ما هو أسوأ، ما هو أسوأ، ما هو أسوأ اللي غنشوفوا دابا. السلام عليكم. كذا خويا بخير. دائما اللي غنشوفوا ما هو أسوأ، ما هو أسوأ اللي كتشوفوا. يعني شوف، يعني المواطن البنوري فين كيجي؟ يعني انا الا ما عندكش البوط نيت والله لا دخلتي هنا. شوف 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 يعني الحاله، هذه هي الحاله اللي عليها الصوت. شوف العيب والعار ان السوق تكرى بالملايير سنويا ومازال تعيش على هذا الوضع هذا. شوف النمره ديال ميديسين، النمره ديال الاتصالات، شوف النمره ديال الانويت، الوضع ديال السوق. شوف النوامر تو تليفونات الشباب، النوامر تو بورطابل الشباب. هنا تراجع واحد. السلام عليكم. اجي عندنا تراجع واحد بورطابل، عطي البات ديالو. شوف يعني شوف هذا الموضوع هذا، قول له دير الصحه والراحه وشكرا على المشاركه. السلام عليكم. واش تقول لنا على هذه الحاله هذه؟ قرب لنا شويه. كلشي زين، كلشي زين الحمد لله، كلشي زين الحمد لله، باركين. الاصلاح كلشي مزيان، كلشي مصلوح، كلشي مزيان. كلشي مصلوح. اه الحمد لله. رجعت سكر مع راسك.
حاجه غارانتي خويا الكريم قال لك كلشي مصلوح هذا شوف هذا الوضع الغارانتي ديالو جديد بوشيطات انواع بالاشكال اي نوع ديال البوشيطه يعني الوضع كارثي في السوق اي نوع ديال البوشيطه كاين اي نوع ديال الشارجور كاين مباشرة على قناة شوف تي في في هذا اي نوع ديال الباتريات البث المباشر كما كتشوفوا معنا ديال الفار طالوا واحد الباكيه ديال الفار غادي نعطيكم لقطه الاسبوع كرفس كبير ميكالا هذه لقطه السوق حط الفار وتسنى من الفار لا شي تفسير قديم ولا سينيه قديمه خويا هذيك الباكيه كامله يا حط الفار الله يسلك يدوز معاهم الفار حطهم لي يا غاتفرج على الفار شي مهنه الحلاقه قديما شي فار الدوا ديالو وبغا يتسنى من الفار الدوا باش كنقضيو على الديره عرفا دوا احسن دوا ديال الفار كما كتشوفوا يعني حنا ما مصروش السلام عليكم كدير بخير انتو بعدا نوريكم بعدا الشعار ديال الدكالة نهاوشوكم شوية بعدا عاد ندوزلكم نشاهوكم شوية عاد ندوزلكم الروينة تاني الحمام صات السلام عليكم اش ممكن تقول لي على هاد واش غنقول لك هادشي المسؤولين ما دايرينش واجب ديالهم والناس مكرفسه انت كتشوف حاله ديال السوق الناس ما لاقياش من دوز مشكله والله الا مشكله حاصر من هنا كاين الغيصه ومن هنا كاين الغيص من هنا كاين الغيص من هنايا كيفاش كتخدم مع الكليان كيفاش دير شي بالور دير شي واش نقول لك الارزاق بيد الله الانسان الله تعلم كتب لك رزقك راه كيجي وسط ضايه وكيجي حتى لعندك كيجيبو من الله ولكن من الانسان كيتكرفص باش كيوصل عندك واش نقول لك الله يهدي المسؤولين الله يهدي المسؤولين ما شاء الله كما شفتوا معنا يعني هذا السوق الاسبوعي سيدي بلال انا بصراحه بغيت نمشي جوايه اخرين ولكن ما لقيتش كيفاش نمشي ما لقيتش كيفاش ندير تنمشي خاصو شي باتري ديال التليفون خاصو شي كاركاس ديال الفابريكا خاصو شي ليزياسيون التليفون خاصو شي بوشيطه ديال البورتابل شو المعاناة ديال بصح المعاناة ديال بصح يعني الراجل اش كيقول لا حول ولا قوة الا بالله من هنا رسالة للمسؤولين من أجل الإصلاح يعني شوف حاجة كارانتية صلوة سيدي بتغمتي ومعك خاصة شبور تابريج تليفون جديد شوف باش كتجبد اللقمة ديال العيش ديالك شوف شوف من السوق الأسبوعي لمدينة سيدي بنور من أمام هذه البحيرة العجيبة بالسوق الأسبوعي بسيدي بنور نضرب لكم لقاء آخر مباشرة بعد قليل.